عايزه اقول انه دايما في الاجازات ولما بتبقى اجازه طويله كده فبنلاقي بعض الناس بتنتهز الاجازات دي وتعمل اي مخالفات، يعني مخالفات بشكل ما، يعني بينتهزوها بقى فرصه فاكرين ان الناس اجازه ومريحه، لكن الدوله صحيه. الزراعه رفعت درجه الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، والسيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي وجه برفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية الرقابية وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد. ايه بقى ده اللي انا عايزة اوصله؟ اي تعديات على الاراضي الزراعية من قبل بقى مديري ومديريات الزراعة في المحافظات والادارة المركزية عشان نحمي الاراضي واتخاذ اللازم لرصد اي مخالفة في بدايتها. الإزالة الفورية هتكون بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك عشان بس نبقى واضحين إلغاء دعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي، يعني المتعدي لو تعدى هيطلع من عليه الدعم، وأيضا دعم السلع التموينية مش بس الأسمدة. أيضا وزير الزراعة وجه المسؤولين عن المنافس بأن يكون في استمرارية لضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وأيضا للمسؤولين في حالة الإنذار المبكر والتغيرات المناخية، احنا شايفين الجو بتغير يوم عن التاني، وفي استمرارية في رصد أي ظواهر مؤثرة وإصدار الإرشادات الفنية للمزارعين من خلال الأدوات والتطبيقات المتاحة. تعالوا نتعرف أكتر عن استعدادات وزارة الزراعة. معانا على الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب، وكل عام وكل شعب مصر بخير. الله يخليك يا فندم. دكتور محمد، يعني وزارة الزراعة شكلها كده عاملة زينا، مش هتاخد أجازة في العيد، يعني باللي انا قلته ده كله بالاستعدادات اللي انتوا عاملينها بالرقابه بضخ السلع بكل ده، يعني انتوا مش واخدين اجازه وصحيين بشكل كبير. لكن يعني عايز اتكلم على التعدي على الاراضي، يعني انتوا عاملين ايه والتجهيزات ايه علشان ترصدوا لو حصل اي تعدي على الاراضي؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، وطبعا قطاع الزراعه من القطاعات الحيويه المهمه اللي دايما بيكون في مناسبات الاعياد وما الى ذلك، بيكون ده فتره لرفع درجات الاستعداد لاقصى درجه. يمكن زي ما حضرتك ذكرت احنا عندنا اكثر من محور بنشتغل عليه في فترات الاعياد. طبعا اول محور ان احنا بنوفر احتياجات المواطنين والمنافذ وما الى ذلك، والحاجه الثانيه ان احنا بنساعد او بنستمر في تقديم الدعم الفلاحي، لان الزراعه في الارض مش هتستنى العيد او غير العيد، لازم نحافظ عليها ولازم نراعيها ونراعيها. كمان التنسيق مع المصدرين والمستوردين في اجراءات الحجر والمنافذ الحدوديه علشان عمليات الفحص للتصدير والاستيراد، وده بالتالي برضه بيؤمن احتياجات المواطنين وكمان بيساعد على التبادل التجاري، اضافه لان النقطه المهمه بقى اللي حضرتك ذكرتيها حته حمايه الرقعه الزراعيه. الارض المصريه الحقيقه احنا بنتكلم على محدوديه في الارض، طبعا احنا بنتكلم على زياده في السكان وبنتكلم في نفس الوقت على هي قطعة أرض محددة ما بتزيدش الأرض مش هتكبر. صحيح الدولة بتنفذ مشروعات علشان تتوسع في مناطق إصلاح جديدة وتروح لمناطق جديدة، وده بالتالي بيساعد في زيادة الإنتاج، ولكن الأرض القديمة اللي موجودة عندنا من أجود الأراضي اللي بتدي إنتاج، وبالتالي كان مهم جدا إن احنا نحافظ عليها ودايما نهتم إن احنا بنحافظ عليها ودايما بنرفع درجات الاستعداد خلال فترات الأجازات علشان نمنع أي تعدي أو أي حد يكون من ضعف النفوس إن هو يحاول يعتدي على الرقعة الزراعية استغل ان وجود اي اجازه او ما الى ذلك. وبالتالي احنا بيبقى عندنا جهاز حمايه الاراضي، المديريات على مستوى المحافظات مع الوزير وجه بان هي على هبه الاستعداد وعلى رفع درجات الاستعداد القصوى للتواجد المستمر لرصد اي مخالفه ومنع التعدي بالمهد. ان احنا نرصد المخالفه من مهدها ونقوم بمنعها في المهد، وبعد كده يتم التنسيق مع اجهزه الحكم المحلي ومع الاجهزه المعنيه علشان يتم ازاله اي مخالفه. طب ازاي بترصدوا حضرتك؟ يعني عن طريق مثلا طيارات درون، عن طريق وحدات متنقله، يعني ازاي بيتم عمليه الرصد؟ احنا عندنا اكثر من اليه لعمليه. اول حاجه احنا عندنا من خلال صور الاقمار الاصطناعيه احنا بنحللها بشكل دوري من خلال وحده الطائرات المكانيه اللي بتقوم برصد اي تغير مكاني بيحصل على الارض. فدي نقطه. الحاجه الثانيه احنا كمان عندنا
المواطنين الحقيقه عندهم من درجات الوعي والحفاظ باهميه الحفاظ على الرقعه الزراعيه ما يبلغوا لو في اي مخالفات يبلغونا ويتواصلوا معانا بشكل مباشر علشان يمنعوا اي تعدي. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه ان احنا كمان عندنا اجهزه الوزاره وحمايه الاراضي بتكون موجوده بشكل مستمر داخل الحقول والمديريات الزراعيه بتكون موجوده وبيكون في تنسيق مستمر واي مخالفه بيتم رصدها على طول بيتم الاختار بيها. طبعا احنا عندنا الجامعات الزراعيه تقريبا موجوده في كل قريه وفي كل نجع فبتقوم برصد اي تعدي. والحقيقه يعني الاهم من ده كله هو وعي المواطن. بالفعل بدانا نلاحظ وعي كبير من المواطن واحنا كمان متواصلين سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الارقام الخط الساخن او من خلال تلقي الشكاوي من على صفحات المديريات. واحنا عندنا فرصه مركزيه موجوده في الادارات المعنيه. نعم. طب ازاي بيتم التعامل في حال رصد تعدي على الاراضي الزراعيه بعد ما يتم الرصد؟ ازاي بيتم التعامل مع المخالفه؟ طبعا التعامل مع المخالفه بيتم تسجيل محضر للمخالف. طبعا هذا المحضر يعني بيخلي فيه عقوبه رادعه. يمكن كان تم تعديل العقوبات او قانون الزراعه لتغليظ العقوبه على التعدي على الرقعه الزراعيه واعتبارها جريمه بتصل الى درجه انها تكون مخله بالشرع. فالتعدي على الرقعه الزراعيه ده جريمه كبيره بيتم منعها بالشكل القانوني، اضافه لان كمان المتعدي بيحرم وفقا لما سبق وتم الاتفاق عليه بيحرم من كل اشكال الدعم المختلفه وبالتالي ده بيعرضه على صحيح العقوبه برضه كبيره، اضافه لانه كمان اتخذ ضده الاجراءات القانونيه اللازمه وفقا للضوابط القانونيه. طب دكتور محمد قبل ما نسيبك بقى تبتدي العيد كده النهارده الوقفه، الجناين جاهزه؟ الدنيا ربيع والجو بديع خلاص بقى؟ طبعا الحمد لله احنا عندنا يعني حديقه الاسماك في الزمالك بتستقبل الساده الزائرين وعندنا حدائق الحيوان الموجوده على مستوى المحافظات برضو بتستقبل الساده الزائرين. ان شاء الله يكون موسم سعيد والاماكن كلها تكون لائقه باذن الله بالمواطن المصري ان شاء الله. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه انا بشكرك شكرا جزيلا.